حريق في مستشفى وليفير في منطقة سايدين باختياري فرق الدفاع المدني تحاول الدخول إلى المستشفى مع إخلاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى. يبدو أنه تم إخلاء المتواجدين داخل المستشفى والحريق يعني في المنطقة العليا في مستشفى وليفير في منطقة باختياري في حي باختياري. فرق الدفاع المدني وصلت على عجالة إلى منطقة الحريق وهي تحاول الآن رفع أدراج عالية للوصول إلى الحريق الذي نشب على البناية.